كنانة الله كم أوفت على خطر، ثم استقرت وزال الخوف والخطر، وكم توالت على أبوابها أمم، ومصر باقية والشمس والقمر. لك يا مصر السلام، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي. مساء الخير على كل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا من كل مكان. النهارده في أولى حلقات برنامجنا رؤية مصرية، رؤية بعيون كل المصريين، رؤية بعيونكم أنتوا يا مصريين. النهاردة هنشوف مع بعض كل المواضيع اللي على الساحة وموجودة فعلا وشغلة بال المصريين، بس بعيونكم أنتوا يا مصريين، لأن دايما عيون المصري هي أصدق عيون وأصدق رؤية. هنشوف رؤيتكم في كل مجالات الحياة معاكم في برنامجنا اللي هيكون كل يوم اتنين الساعة 2، برنامج أسبوعي رؤية مصرية، رؤية بكل مصداقية، رؤية لكل أمور حياتنا بكل شفافية وموضوعية. والنهاردة هيكون موضوع حلقتنا موضوع بيشغل بال كل الآباء والأمهات وبيشغل بال الطلبة كمان، موضوع التعليم عن بعد، اللي فجأة بعد أزمة كورونا لقينا نفسنا مضطرين هنتعامل مع التعليم بنظام إلكتروني اللي هو أصلا بالفعل نظام حديث وجديد علينا كمصريين. وأنا قلت لازم إن احنا لازم نشوف إزاي هنقدر نتعامل مع الموضوع ده ونسمع آراء أساتذتنا وأساتذة الجامعات. وأنا بصفتي كدكتورة جامعية قلت إن هو من أهم الموضوعات اللي على الساحة اللي لازم فعلا نتكلم فيها وما يكونش محل إهمال، لازم يكون محل اهتمام، لأن الأمم بتبنى على العلم والتقدم. هل التعليم الإلكتروني هيدينا نفس النتيجة اللي التعليم وجها لوجه بيديها لنا؟ طبعا الكلام ده هنناقشه في حلقتنا النهاردة. أولا التعليم الإلكتروني يعني التعليم خلف الشاشات، تعليم مش وجها لوجه. احنا اتربينا وتعودنا على ان التعليم ده المدرس والطالب والسبورة والفصل، اتعلمنا ان احنا بنتعلم قبل ما ناخد علم ومعلومة علمية، احنا مش همنا المادة العلمية قد ما همنا التربية الأخلاقية، موضوع أخلاقي، أهم حاجة عندنا التربية الأخلاقية. هل التعليم الإلكتروني هيقدر يدينا ده ولا لأ؟ ومبدئيا احنا هنحب ناخد اتصال تليفوني من الزميل الفاضل الدكتور حسين بداري، مدرس القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي. أهلا بحضرتك دكتور حسين. يظهر الاتصال فيه حاجة. تمام. اقترحت وزارة التربية والتعليم ان احنا هنعمل نظام اسمه نظام التعليم الهجين. ايه هو نظام التعليم الهجين؟ هو عبارة عن ان احنا هناخد جزء الكتروني وهناخد، تمام يا دكتور حسين؟ دكتور حسين حضرتك سامعني؟ الو. ايوه حضرتك سامعني. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك يا دكتور حسين؟ وان شاء الله بدايه موفقه للبرنامج. شكرا. وباذن الله تعالى يعني يحقق اضافه ان شاء الله للاعلام. واحب احيي حضرتك على اختيار الموضوع لانه من اهم المواضيع. شكرا شكرا لحضرتك يا دكتور. احنا طبعا بما اننا دكاتره جامعيين ما ينفعش نهمل موضوع زي ده، زي ما حضرتك عارف ان هو نظام مستحدث علينا، واحنا دلوقتي عايزين نعرف ايه اللي ممكن نقدمه وازاي نساعد ان النظام ده يكون متطور ويقدر يحقق الاهداف والنتائج المرجوه منه. هسأل حضرتك اول سؤال. دكتور حسين معانا؟ طيب يظهر ان في مشكله في الشبكه، هنعاود الاتصال بحضرتك يا دكتور حسين. نرجع تاني لموضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم عنه، التعليم الهجين اللي احنا قلنا جانب منه الكتروني والجانب الاخر بيكون بنظام المحاضرات. بنقسم الطلبه لمجموعات والمجموعات دي بتكون اعدادها قليله، فبيكون تمام. ايه يا دكتور حسين؟ ايوه يا دكتوره مع حضرتك. عفوا يا دكتور، الشبكه. ولا يهم حضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا. دلوقتي انا عايز اوجه لحضرتك سؤال ونعرف راي حضرتك فيه.
احنا حاليا بنطبق مجموعة من الإجراءات الاحترازية علشان نتخطى أزمة الكورونا، وطبعا منها جانب اللي بيخص التعليم، وده يعتبر من وجهة نظري ان هو اهم جانب، التعليم عن بعد، التعليم الالكتروني. هل اتباع النظام الالكتروني في التعليم هيكون فعال بنفس الدرجة اللي بيقدمها لينا التعليم وجها لوجه، ام هناك بعض التحفظات على فعاليته؟ احب اعرف رأي حضرتك. اتفضل يا دكتور. تمام. بداية بس حضرتك أنا حابب أوضح الفرق ما بين مصطلحين اتفضل. بيثيروا اللغط ما بين الناس، تمام يا دكتور. اللي هو التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. تمام، في فرق ما بين التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. مظبوط يا دكتور. التعليم عن بعد اللي هو التواصل ما بين المدرس والطالب من خلال مكانين مختلفين، تمام، انما التعليم الالكتروني وده شيء محمود واحنا بندعمه، هو التطوير في مسيره التعليم وفي تمام امكانيات يا دكتور. التعليم. تمام، على سبيل المثال الامتحانات، لما الطالب يروح جامعته في تحت رقابه الجامعه والدكاتره والطلبه وجوار الطلبه زمايله، ويجري امتحان على جهاز حاسب آلي. تمام يا ده هو دكتور. التعليم الالكتروني اللي احنا بنناشد بيه. اما التعليم عن بعد يعني ده باغت مصر وباغت الجامعات المصريه كلها الفتره دي، يعني بصدد التعامل مع الاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا، وهو التواصل ما بين الطالب والمدرس في مكانين تمام، مختلفين تماما، حتى يتم تقليل التجمعات ومواجهه فيروس كورونا والجائحه اللي بتصيب العالم حاليا. فبالتالي انا حابب اجاوب على سؤال حضرتك اتفضل يا دكتور. بمقوله جمله وتفصيله: تمام، لا شيء، من وجهه نظري الشخصيه، لا شيء يغني عن التعليم وجها لوجه. تمام يا دكتور. أنا وأن وضعنا في موقف لا نحمد عليه في جائحة كورونا، واضطرينا إن إحنا نتعامل بالتعليم عن بعد في تمام، الفترة اللي فاتت. ايوه، فأنا حابب أوضح إن التعليم عن بعد هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. تمام، فبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية إن إحنا نستخدم التعليم عن بعد كفترة استثنائية، نعدي بيه إن شاء الله الجائحة على خير بإذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى، تمام، اللهم ارفع الجميع. ثم نعود للتعليم، التعليم وجها لوجه، لأنه لا شيء يغني عن التعليم وجها لوجه. ده قولا واحدا. تمام يا دكتور. إنما التعليم عن بعد وما شابه ذلك هو بصورة استثنائية، يعني ما نعتمدش عليه في كل المقررات، ممكن يكون تمام، بصورة مصغرة بحيث لا نمس المقررات اللي المفروض الطالب يدرسها داخل الجامعة. وحابب تمام أوضح يا حاجة دكتور. تانية: التعليم عن بعد هيخلي الجامعة بلا طلبة، تمام، والجامعة بلا طلبة كالجسد بلا قلب. حقيقي فعلا. فده يعني شيء إن شاء الله إحنا عارفين هو استثنائي، هنتحمله بإذن الله ويعدي على خير. تمام يا وأعتقد إن دكتور. التعليم عن بعد دي سلبياته على المدرس وعلى الطالب، لأن تمام، الإنسان اجتماعي بطبعه. فبالتالي بالطبع. عشان نخلي الطالب ياخد دروس كلها في غرفته وما يطلعش منها طول اليوم ويضطر تمام، يذاكر فبالتالي ده هيخلق له شيء من عدم الطبيعية في شخصيته، يعني ده إنجاز التعبير يعني وجهة نظري. تمام يا فبالتالي دكتور. الإنسان اجتماعي بطبعه، لازم يخرج ويتعرف ويتعامل ويعني ويلامس ثقافات مختلفة من خلال لقاء زمايله من مختلف الأماكن، إنما حصره واستئصال الطلبة من الجامعة يعني ده إن شاء الله شيء مش هنستمر فيه طويل. بإذن الله تعالى نعود يعني تمام، للتعليم وجها لوجه، اللي هو أنا شايفه أفضل الطرق لتوصيل المعلومة للطالب. وأنا مؤيدة جدا لوجهة نظر حضرتك. شكرا جدا يا دكتور حسين على المداخلة، وميرسي على المعلومات القيمة دي، وشكرا لحضرتك. دلوقتي احنا أخدنا رأي أستاذ من أساتذة الجامعات، الزميل العزيز دكتور حسين بداري. أنا كدكتورة جامعية برضو بقول إن التعليم وجها لوجه هو أهم بكثير من التعليم الإلكتروني، بس احنا حاليا في موقف وفي أزمة ولازم هنتعامل معاها. فطبيعي ان التعليم عندنا احنا تربينا وتعودنا زي ما قلنا في اول الحلقة ان هو دكتور وطالب، مدرس وطالب، فاحنا ان شاء الله هنحاول نتعامل مع التعليم الالكتروني ونحاول نطور ده لدى الطلاب عن طريق ان احنا بنديهم مثلا محاضرة بنعرفهم ايه اهمية التعليم الالكتروني، انه ما يتعاملش معاه على ان هو فرض عليه، لا، انت تتعامل مع التعليم الالكتروني على ان هو تطوير لذاتك، زي ما بنستخدم الموبايلات وبنلعب عليها الألعاب اللي هي أصلا مضيعة معظم الشباب دلوقتي، احنا المفروض بنستخدمه كتطبيق نستفاد بيه، نجيب بيه معلومة مهمة، ادخل على جوجل واكتب، كلنا دلوقتي بنحتاج أي حاجة بنكتبها على جوجل، اكتب ايه هو التعليم الإلكتروني، ايه مميزاته، ليه بتبص لدول الغرب بس في كل ان انت تطبق تكنولوجيا الألعاب، تكنولوجيا الموضة البائسة،
ليه ما نستخدمش الانترنت في ان احنا نطور من نفسنا وتطور من نفسك كطالب، ان انت تتعامل مع التعليم الالكتروني. ومعانا مكالمة من دكتور محمد ندى، اتفضل يا دكتور. ألو، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا أهلا بحضرتك حضرتك دكتور. استاذنا ودكتورنا في موضوع التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني والمعامل الافتراضيه. منورنا يا دكتور. الله يخليك يا دكتوره، شكرا وتحياتي لحضرتك والبرنامج كده المحترم. شكرا لحضرتك. وفريق الاعداد. شكرا لحضرتك يا دكتور. الله يخليك. دلوقتي انا حابه اسال حضرتك كام سؤال. هل اتفضل دكتور. احنا عندنا الطالب في مصر على كفاءة أو عنده القدرة إن هو يتعامل مع التعليم الإلكتروني ويستجيب ليه ويحقق معاه نجاح وفعلا يتعلم ولا لأ؟ وإيه هي إيه هو التعليم الإلكتروني؟ يدينا فكرة عنه يعني عامة بحيث إن المشاهدين يعرفوا أكتر. تمام. اتفضل يا دكتور. وطبعا التعليم الالكتروني موضوع قديم، احنا شغالين فيه بقالنا فتره في تمام. مجال تكنولوجيا التعليم والمستحدثات، والتحديات اللي قدامنا بصراحه مش من ناحيه الطالب بس، طبعا كلهم دلوقتي عارفين الجيل الجديد كله متعود على التكنولوجيا واستخدام الاجهزه الحديثه تمام. بتتعامل مع كل المواقع من هو في ابتدائي، تمام. لكن التحديات اللي بتقولها هي الخسارة الاجتماعية والتربوية والنفسية، وإزاي ندير عملية التحديد للطالب من تمام. الإلكتروني. عشان حضرتك كده مؤسس منصة فيلابي، ممكن حضرتك تحكي لنا عنها؟ هي منصة للتعليم، عايز أعرف بيستخدموها إزاي أو نعرف الناس إيه هي. تمام. منصة فيلابي هي منصة معامل افتراضية لطلبة المدارس. طبعا احنا من قبل كورونا واحنا استشعرنا اهميه التكنولوجيا الحديثه في التعليم، طبعا يا دكتور. وانطلاقا من خطوره التجارب العمليه على الطلبه ومن بعض الفيديوهات اللي كانت منتشره على خطوره بعض التجارب على الطلبه، وكمان التكلفه الزايده على المدارس في انتاج المعامل التقليديه، معامل العلوم التقليديه في معظم المدارس الحكوميه الخاصه. تمام. عشان كده احنا عملنا بلابي، هي اول منصه للمعامل الافتراضيه لطلبه المدارس في الوطن العربي. تمام. بتسمح للطالب ان هو يعمل التجربه بتاعته كانه موجود جوه المعمل بالظبط، في محاكاه كامله لعمليه تجربه العلوم او عمليه تجارب العلوم. يعني اذا نقدر مثلا نقول يا الدكتور دكتور، هتدي، نقدر نقول إن منصة فلابي والمعامل الافتراضية بتحقق نفس النتيجة والغرض اللي احنا محتاجينه من المعامل الواقعية بالفعل؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان التعليم الواقعي افضل بكتير من التعليم الافتراضي، لكن من قبل ازمه كورونا وكان عندنا مشاكل كتيره جدا في معامل العلوم التقليديه تمام بسبب يا دكتور. خطوره المواد ونقص الادوات والامكانيات. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد، متشكرة جدا لحضرتك وعن المعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا للمداخلة. هنطلع دلوقتي فاصل إعلاني، استنونا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم رؤية مصرية. نحب بداية نرحب بضيفنا الدكتور محمد عبد الرحمن، كلية التربية الرياضية جامعة بنها. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا منورنا وسهلا يا دكتور في أولى حلقات الله برنامجنا. يخليك. الله يسلمك. نورتنا يا دكتور. أنا سعيد والله إن أنا معاكم النهارده أهلا في أولى وسهلا حلقات بحضرتك. برنامج رؤية مصرية، اللي إن شاء الله بإذن الله هينكتب له مستقبل كبير، لأنه بيناقش موضوعات هامة جدا. ويكفي إن أنتوا ابتديتوا تناقشوا موضوع التعليم الهجين والتعليم عن بعد في وقت فعلا كل الناس محتاجاه له، وهو ده الوقت المناسب، والشعب كله بيشكر المسؤولين عن هذا البرنامج لانه توقيت جيد جدا. شكرا يا دكتور. نحب ناخد مداخله معانا من دكتور خالد حياه، وكيل خالد كليه صيام. خالد صيام، وكيل كليه تربيه رياضيه جامعه بنها، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور خالد. بحضرتك دكتوره مها، شرفتنا جدا بمداخله حضرتك، اهلا وسهلا. الله يحفظك يا فندم، وتحياتي لفريق العمل. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. الله يحفظك. ربنا يخليك. دكتور دلوقتي احنا في قدام مشكله التعليم الالكتروني. كل الطلبه متلخبطه وكل اولياء الامور متلخبطين ومش عارفين هل كده ولادنا بيتعلموا فعلا ولا احنا يعني بنقضي غرض وناخد شهاده وخلاص. فانا حابه اسال حضرتك عشان نطمن الناس، ايه هو التعليم الهجين من وجهه نظر حضرتك؟ تدينا فكره عنه.
تمام يا فندم. هو اتفضل. طبعا سؤال مهم جدا ان احنا نوضح للساده المتابعين اولياء الامور والطلاب والطالبات ان التعليم الهجين هو المزج بين نظام التعليم وجها لوجه والتعليم عبر الانترنت. الجدير بالذكر ان ده تم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي، مع اثاره ان بعض العلماء اقروا ان النموذج التقليدي الجديد للتعليم وهو الوضع الطبيعي الجديد للتعليم هو التعليم تمام الهجين. يا دكتور تمام. طبعا يعني اهداف التعليم الهجين لازم يبقى احنا على علم بيها واولياء الامور للاطمئنان على ابنائهم وبناتهم. تمام يا دكتور. اول حاجه يعني التعليم الهجين مش عشان الظروف اللي مرينا بيها جائحه كورونا، لا، لان هيصبح ده الامر الواقع مستقبلا في الجامعات المصريه. و التعليم الهجين له اهدافه تقليل كثافه الطلاب داخل الجامعات المصريه تمام. وخاصه ان الاعداد في ازدياد عاما بعد عام، حقيقي تحقيق الاستفاده العظمى من خبره اعضاء التدريس والبنيه التحتيه للجامعات. يعني قد يكون هناك بعض الاساتذه في القسم الجدول ما بيوصلوش، عن طريق التعليم الهجين هيشارك كل الاساتذه تمام يا دكتور في تعليم ابنائنا وبناتنا. الشيء الاخر ان كل الجامعات، انا لو هتحدث عن جامعتي جامعه بنها، هناك امكانيات تكنولوجيه عاليه جدا جدا بيتم استخدامها طبعا بتوجيه معالي رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور جمال السعيد. تمام. الشيء الاجمل وهو التفاعل ما بين الاستاذ والطالب عبر استخدام اساليب تكنولوجيه مختلفه بتراعي الفروق الفرديه ما بين الطلاب وبعضهم. تمام. دي اهداف التعليم الهجين. تمام يا دكتور. طيب دكتور خالد، هل التعليم الهجين او التعليم الالكتروني محقق استجابه عند الطلبه؟ يعني هم متقبلين الامر ولا بالنسبه لهم حاجه غريبه او حاجه جديده ومش قادرين يتقبلوها؟ حضرتك شفت ايه النتائج بعد ما طبقتوا النظام ده؟ نحن في جامعه بنها وكل الجامعات المصريه مرينا بفصل دراسي استثنائي والفصل الدراسي السابق. كل الجامعات استخدمت التعليم عن بعد نظرا للظروف اللي كانت تمر بها العالم وهي جائحه كورونا. تمام. استخدمنا المنصات المختلفه. الان وزاره التعليم العالي قياده معالي الوزير الاستاذ دكتور خالد عبد الغفار وفرت منصات عالميه لكل الجامعات واستخدمتها كل الكليات الان، وتم التدريب عليها وعمل ورش عمل، حضرها من حضرها من الاساتذه، من لم يستطيع الحضور فقد سجلت على فيديوهات تم بثها على مواقع الجامعات ومنها جامعه بنها. تمام. شكرا جدا دكتور خالد على المعلومات القيمه دي اللي فعلا فادتنا كتير، وان شاء الله تكون مفيده للناس اللي بيشاهدونا. شكرا لحضرتك على المداخله. نشكر حضرتك يا دكتور خالد، وفعلا التعليم الهجين هو ده وقته فعلا، وهو ده اللي لازم يبتدي يتبع ويبقى منصة التعليم ويتم استمرارية حتى بعد ما ربنا إن شاء الله بإذن الله يزيح عننا هذا البلاء وهذا الوباء، وكل ده بدعواتنا كلنا مسلمين ومسيحيين، ايد واحده دايما، ايد واحده في الخير، ايد واحده في كل حاجه كويسه. ويا دكتوره ايه الاخبار، الحلقه انتهت ولا لسه؟ تمام يا دكتور، احنا بس بنشكر حضرتك انك كنت معانا النهارده ونورتنا وشرفتنا، وشكرا جدا أنا لحضرتك. انا سعيد وكان نفسي اقعد وقت اطول، والمره الجايه ان شاء الله الحلقات جايه كتير. تسلمي يا دكتوره. تمام. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. وقت حلقتنا انتهى. هقول لكم كل اسبوع ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 2 استنوني برؤيه مصريه جديده. رؤيتكم انتوا يا مصريين.